السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير كده وفي أحسن حال. إن شاء الله هناخد دلوقتي الرايبوزومز، تالت موضوع معانا في المحاضرة الأولى. اتكلمنا الأول على السيل ممبرين، اتكلمنا على الميتوكوندريا، تالت حاجة الرايبوزومز. زي ما احنا خدنا في أول صفحة خالص إن في ممبرينس أورجانيل ونون ممبرينس أورجانيل، وقلنا الممبرينس أورجانيل جميل الجي جولجي، الام ميتوكوندريا، الاي اندوبلازميك ريتيكولوم، والال لايزوزومز. وقلنا النون ممبرينس اورجانيل زي الرايبوزومز. يبقى لما اجي اقول لك يعني ايه رايبوزومز تقول لي نون ممبرينس اورجانيل، نون ممبرينس اورجانيل، نون ممبرينس اورجانيل، يعني مش حواليه غشاء. جميل. نون ممبرينس اورجانيل مسؤول عن ايه؟ كنت برضو قلت لك كلمه صغيره في الوظيفه كده، قلت لك ان هو مصنع البروتينات، فاكتوري اوف بروتين سنسز، يعني مصنع تصنيع البروتين. ايه اللي بيصنع لك بروتينات؟ هو البروتين فاكتوري اوف ذا سيل، بروتين فاكتوري اوف ذا سيل. ماشي. حجمه قد ايه؟ حجمه من 20 ل 30 نانو، من 20 ل 30 نانو، يعني صغير جدا ان هو يتشاف باللايت مايكروسكوب. انا حاسس يا دكتور ان الكلمه دي انت قلتها قبل كده، قلناها في السيل ممبرين، كنا قلنا ان هو السيكنس بتاعه من 7.5 ل 10، عشان كده لا يرى باللايت مايكروسكوب انما بشوفه بالالكترون مايكروسكوب، اسود ابيض اسود. هنا نفس الكلام بالظبط، صغيرة 20 ل 30، هي أكبر شوية من السيل ممبرين، 20 إلى 30، جميل، وبرضه صغيرة، ماشي، يبقى فيري سمول 20 ل 30. طيب تعال نشوف باللايت مايكروسكوب ونشوف بالإلكترون مايكروسكوب. باللايت مايكروسكوب هقدر أشوفه؟ لأ يا دكتور. ليه؟ علشان هو فيري سن. فبالتالي لو انا عندي دي الخلايا وده الريبوزوم اهو، صغيرين ورفيعين جدا، 20 ل 30 نانو، فما اقدرش اشوفهم باللايت مايكروسكوب، ولكن لما اجي اسبخهم ويكونوا متجمعين جنب بعض، يعني يجوا يلزقوا في بعض كده، واقوم جاي سابغ. فاكرين الصبغه اللي اسمها هيماتوكسلين اند ايوسين؟ الهيماتوكسلين كانت بتحب الاسيديك استراكشر، هي كانت بيزك ستين وبتحب الاسيديك استراكشر. لقينا ان الريبوزومز ده دكاتره عباره عن نوع من انواع الار ان ايه اسمه ريبوزومال ار ان ايه، ومادام قلت ار ان ايه يبقى اسيد، يبقى اسيد بيحب الصبغه البيزك، يبقى بيزوفيلك ولا اسيدوفيلك؟ بيزوفيلك، بيحب الصبغه البيزك، يبقى يدينا لون ازرق. يبقى انا لو صبغت الخليه ولقيت السيتوبلازم مزرق يبقى هو فيه رايبوزومز كتير، والرايبوزومز كتير تاخد لون ازرق. ليه؟ علشان فيها ريبوزوم الار ان ايه. يبقى تكوين الريبوزومز، الريبوزومز دي بتتكون، الريبوزوم لو جبنا ريبوزوم اهو وشفنا تكوينه هنلاقيه بيدخل في تكوينه حاجه اسمها ريبوزوم الار ان ايه زائد شويه بروتينات كمان، حوالي يجي اكتر من 80 نوع مختلف. يبقى انا عندي ريبوزوم الار ان ايه وبروتينات بيدخلوا في تكوين الريبوزوم، وبدام قلت ايه يبقى اسيد، والاسيد يحب الصبغه البيزك يديك لون بلو، يديك لون ازرق، كل السبوره لونها ازرق اهي. يبقى الريبوزومز بتاخد لون ازرق عشان فيها ار ان ايه اللي هو الاسيد. بس لو لوحدها، يعني الريبوزومز لوحدها كده مش هشوف حاجة، صغيرة، إنما لو اتجمعت أقدر أشوف البيزوفيليا،
اقدر اشوف اللون الازرق بتاعها. تمام؟ كلمه اتجمعت دي يا دكاتره اسمها اجريجيتد. اسمها ايه؟ اجريجيتد. كلمه اجريجيتد يعني متجمع. اقرا معايا. باللايت مايكروسكوب الانديفيدوال رايبوزوم. انديفيدوال رايبوزوم يعني ايه؟ اللي انا كنت راسمهم منقطين كده لوحدهم، صغيرين جدا، تو سمول، صغيرين جدا جدا عشان اشوفهم باللايت مايكروسكوب. ولكن لو اتجمعوا حصل لهم اجريجيشن. كلمه اجريجيشن يعني ناموا جنب بعض كده كلهم لزقوا في بعض. لو حصل لهم اجريجيشن هيديك لون بيزوفيليا. يعني ايه بيزوفيليا؟ لون ازرق. يبقى لو لقيت حته كده مبقعه لون ازرق يبقى الحته دي فيها رايبوزومز. ليه يا دكتور؟ علشان الرايبوزومز ده هو مليان رايبوزوم الار ان ايه، والار ان ايه يعني اسيد، رايبونيوكليك اسيد، رايبونيوكليك اسيد. والاسيد بيحب الصبغه البيزك اللي بتدي لون ازرق، اللي بتدي اللون ده اهو لون ازرق. تمام؟ ده باللايت مايكروسكوب. يبقى اللايت مايكروسكوب اهو كلمه واحده لون ازرق. تمام؟ طب تعالى بالالكترون مايكروسكوب. جينا نبص بالالكترون مايكروسكوب يا دكاتره، اول حاجه عايز اقول لك معلومه قلتها انا قبل كده. الالكترون مايكروسكوب بيبين الحاجه ايه؟ ملونه ازرق واحمر وحاجات من دي، ولا ابيض واسود؟ ابيض واسود. الكترون دنس والكترون ليوسنت، الكترون دنس والكترون ليوسنت. ولكن هنا الرايبوزومز بتبان اسود، بتبان لونها ايه؟ اسود اهي اهي. دي الرايبوزومز اللي موجوده جوه الخليه، وادي الخليه اهي بتبان لونها ايه؟ بتبان لونها اسود. يعني ايه اسود يا دكتور؟ يعني الكترون دنس. وانا قلت لكم قبل كده ان دنس يعني دارك، يعني غامق، فبتبان بالالكترون مايكروسكوب الكترون دنس. بس انا راسم لك واحده كبيره وواحده صغيره. ايوه، لقينا ان الرايبوزومز بيتكون من وحدتين، حاجه اسمها سب يونت. سب يونت يعني وحده. لقينا في وحده سمول، ولقينا في وحده لارج. يبقى انا عندي الرايبوزومز اللي موجود في الخليه بالالكترون اللايت لون ازرق وخلاص، اما الالكترون سمول اند لارج سب يونت، سمول اند لارج سب يونت. وساعات بقى كمان لما يبداوا يشتغلوا ويبداوا يصنعوا بروتينات يقوموا جايين، بيبقى في حبل هنا اهو، ويقوم جاي عليه السمول سب يونت واللارج سب يونت، سمول سب يونت ولارج سب يونت، سمول سب يونت ولارج سب يونت. تمام؟ ويروحوا مع بعض يشتغلوا مع بعض. الحبل ده اسمه ايه؟ الحبل ده اسمه ماسنجر ار ان ايه. اسمه ايه؟ ماسنجر ار ان ايه. تمام؟ يبقى انا عندي سمول سب يونت ولارج سب يونت، سمول سب يونت ولارج سب يونت. تمام؟ وساعات يتصلوا بماسنجر. ماسنجر يعني رسول، الرساله اللي بتيجي عشان الخليه تصنع بروتينات. طب الرايبوزوم ده عباره عن ايه يا دكتور؟ الرايبوزوم نفسه عبارة عن رايبوزوم الار ان ايه زائد اكتر من 80 نوع بروتين. رايبوزوم الار ان ايه زائد اكتر من 80 نوع بروتين. جميل؟ يبقى انا عندي سمول سب يونت ولارج سب يونت، سمول سب يونت ولارج سب يونت. يبقى الرايبوزومز فاتح ولا غامق؟ غامق. يبقى الكترون دنس، دنس يعني غامق. جميل. عندي كام سب يونت؟ اتنين، سمول اند لارج، وكل سب يونت بتحتوي على ار ان ايه واكتر من 80 نوع بروتين مولوكيولز. تمام؟ يبقى انا عندي سمول سب يونت ولارج سب يونت. ده بالايه؟ ده بالالكترون مايكروسكوب. يبقى اللايت مايكروسكوب لون ازرق،
الكترون مايكروسكوب لون غامق كبير وصغير سمول ولارج. المكون بتاع الريبوزوم ريبوزوم الار ان ايه وشويه بروتينات تمام، انما بيتصلوا ببعض لما يجوا يصنعوا بروتين عن طريق حاجه اسمها ايه ماسنجر ار ان ايه، ده اللي بيوصلهم ببعض علشان يبداوا يشتغلوا ويصنعوا البروتين. طيب كده احنا خدنا الريبوزوم باللايت مايكروسكوب والالكترون مايكروسكوب. تعال بقى نشوف انواع الريبوزومز اللي موجوده في الخليه ايه. اول حاجه انا عندي خليه اهي، الخليه دي فيها ريبوزومز صح اهو سمول ولارج سمول ولارج ماشي. الريبوزومز دي يا دكاتره انا قلت لكم ان هي موجوده في الخليه جميل، ممكن تبقى موجودة منفردة لوحدها كده ماشي، وممكن يتجمعوا مع بعض ويبقى ما بينهم ايه ها ماسنجر ار ان ايه تمام. النوع ده بنسميه فري رايبوزومز، يبقى النوع اللي بيبقى ما بينه الماسنجر ار ان ايه وسمول ولارج سب يونت ده بنسميه ايه فري رايبوزومز، حر طليق مع نفسه مع الماسنجر ار ان ايه ومع نفسه. ده اول نوع. تاني نوع بقى مهم جدا 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 لازم برضو يجي لك فيه سؤال في الامتحان. النوع التاني انا عندي انابيب موجوده في الخليه خزانات، الخزانات دي اسمها اندوبلازميك ريتيكولوم اندوبلازميك ريتيكولوم. طب خزانات يعني ايه؟ خزانات يعني تخزن ايه؟ تخزن بروتينز اللي بتتصنع فين؟ في الريبوزومز. فلقينا الريبوزوم بيقوم رايح ماسك هنا اهو ريبوزومز كتير بقى كتير 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 كتير، يخلوا سطح الاندوبلازميك ريتيكولوم ده محبب. يعني ايه محبب؟ يعني جرانيولار، ودي مهمه قوي برضو. الله، يعني الاندوبلازميك ريتيكولوم على سطحه ريبوزومز اللي بتصنع بروتينات، فيخلي سطح الاندوبلازميك ريتيكولوم محبب خشن فنسميه رف اندوبلازميك ريتيكولوم. رف اندوبلازميك ريتيكولوم، يبقى في نوع من الريبوزومز ماسك في الاندوبلازميك ريتيكولوم، بيحب الاندوبلازميك ريتيكولوم، عشان كده بنسميه اتاتشد. بنسميه ايه؟ اتاتشد. يبقى انا عندي نوع اسمه فري وعندي نوع اسمه اتاتشد. نوع اسمه فري رايبوزومز ونوع اسمه اتاتشد رايبوزومز. الفري رايبوزومز الحر الطليق اللي ما بينه الماسنجر ار ان ايه تمام، سواء لوحده او ممسوكين مع الماسنجر ار ان ايه. طب هنا ماسك في مين بقى؟ في الاندوبلازميك ريتيكولوم، في الاندوبلازميك ريتيكولوم. ده مهم جدا تمام ماشي. تعال نبص بقى على الكلام. يبقى انا عندي فري رايبوزومز، رايبوزومز كتيره ماسكه في ايه؟ في ماسنجر ار ان ايه تمام. طب اتاتشد رايبوزومز، رايبوزوم يا اما سنجل يا اما رايبوزوم او كذا رايبوزوم، بنسميه بوليزومز. يعني بولي يعني عديد، يعني رايبوزومز كتير قوي ماسكه في السيرفيس بتاع مين؟ الاندوبلازميك ريتيكولوم، اللي تقوم عامله لي ايه؟ الار اي ار دي اللي هي رف اندوبلازميك ريتيكولوم، بتخلي السيرفيس بتاعه خشن عشان الرايبوزومز ماسك عليه عشان يصنع البروتين ويخزنه جوه هنا تمام. يبقى فري رايبوزومز واتاتشد واتاتشد رايبوزوم. الفري رايبوزوم ما بينه ماسنجر ار ان ايه مش ماسك في حاجه، اتاتشد رايبوزومز لا ده ماسك في الاندوبلازميك ريتيكولوم بيخليه رف اندوبلازميك. تعالى بقى لاخر حاجه اللي هي الفانكشنز بتاعه الريبوزوم. والله يا دكتور وظائف الريبوزومز هي على حسب نوعه، في نوع اسمه فري رايبوزومز ونوع اسمه اتاتشد رايبوزومز.
الفري رايبوزومز بتصنع بروتين، والاتاتشد رايبوزومز برضو بتصنع بروتين، ولكن الفري رايبوزومز بتصنع بروتين لاستخدام الخلية نفسها. يعني الفري اللي موجودة جوه الخلية دي، فري رايبوزومز تصنع بروتين عشان الخلية تستخدمه. يعني ايه؟ يعني مثلا عندي خلية عضلية، عضلة، العضلة دي فيها فري رايبوزومز. ليه؟ علشان تصنع لي بروتينات اسمها اكتين. عارفين الاكتين اللي بيخلي العضلات تنقبض وتنبسط؟ هل البروتين ده او هل الاكتين ده يسيب العضلات ما ينفعش تنقبض وتنبسط؟ لا، هو لازم يفضل جواها، موجود جواها. فبالتالي الفري رايبوزومز مسؤول عن تصنيع البروتين لاستخدام الخلية نفسها، لاستخدامه في هيكل الخلية، في دعامة الخلية، زي الاكتين بتاع العضلات اللي بيساعدها في الانقباض وبيقويها عشان تقدر العضلات بتاعتك تبقى قوية. يبقى الفري رايبوزومز بتصنع بروتينات. ما هو اي رايبوزوم بيصنع، ما هنا بيصنع وهنا بيصنع، ولكن التصنيع من هنا لهنا يختلف في ايه؟ يختلف في الاستخدام. انا هنا هصنع واستخدمه في الخلية، use of the cell، بستخدمه محلي جوه الخلية، لذلك بيستخدم جوه السيتوبلازم او سيتوسكيليتال اللي هو الهيكل الدعامي للخلية، زي الاكتين اللي انا اديت لك عليه مثال. جميل. يبقى الفري رايبوزومز بتصنع بروتينات لاستخدام الخلية. طب الاتاتشد بتصنع بروتينات علشان تطلعها بره. لو انت جدع قوي تفتكر اول كلمة قلتها لك في اول حصة في السطر الاولاني في الصفحة الاولى، كنت قلت لك ان في حاجة اسمها جولجي اباريتس، صح؟ كنت قلت لك الرايبوزوم يصنع، يخزن في الاندوبلازميك ريتيكولوم، يودي على الجولجي، والجولجي ده يقوم مطلعه بره. كلمة يطلعه بره يعني سيكريتد او اتسايد. سيكريتد يعني يفرز، يفرز او اتسايد ذا سيل، او بنسميه بروتين سيكريتوري بروتين. سيكريتوري يعني مفرز برضو، فهي هتفرزه. لو انت جدع بقى تكتب ان هو هتروح لمين؟ تروح لجولجي. يبقى هي هتطلع للبروتين اللي هيروح لجولجي اباريتس ويفرزه بعد كده. عشان كده قلت لك ان في 3 اورجانيلز وظايفهم مرتبطه ببعضهم. رايبوزوم يصنع بروتين، اندوبلازميك ريتيكولوم يخزن البروتين، والجولجي اباريتس يفرز البروتين. جميل، ماشي. طب افرض هي صنعت سكريتوري بروتين وقال لك انا هقعد في الخلية، هقعد في الخلية قوم بوظيفة تانية، انا مش عايز اطلع برا، انا مش عايز اتفرز برا الخلية، افضل جوا الخلية، ويفضل البروتينات والانزيمات بتاعتي موجودة جواي. الله، يعني هنا بيطلع لي بروتينات يا اما تفرز برا الخلية يا اما تفضل ريمين جوه الخلية تقوم بوظائف تانية. ازاي؟ هتقوم بوظيفة حاجة اسمها برايمري لايزوزوم. يعني ايه؟ افهمها لك. بص يا سيدي، دي الخلية اهي، صح؟ ارسمها ورايا في الصفحة التانية. انا عندي ده الاندوبلازميك ريتيكولوم اهو، ومين اللي عليه؟ دي الرايبوزومز. ماشي، الرايبوزومز دي صنعت بروتينات اهي، اتخزنت في الاندوبلازميك ريتيكولوم. ده اندوبلازميك ريتيكولوم، وده مين؟ وده رايبوزومز. ماشي، هيودوا لمين؟ هيودوا للجولجي اباريتس. شكله بيبقى عامل كده اهو، ادي الجولجي اباريتس. تمام، الجولجي اباريتس ده هو هيقوم واخد البروتينات دي، ياخدها كده جواه اهو، يبقى ده الجولجي اباريتس اهو، وجواه البروتينات. حلو، هيقوم عامل ايه بقى؟ الجولجي اباريتس ده قدامه حل من الاتنين، يا يطلع بره الخليه تبقى سكريتد اوتسايد، يا اما يفضل جوه الخلية
ولما يفضل جوه الخليه نسميه برايمري لايزوزومز. واللايزوزوم دي اللي هي الاجسام المحلله. ما البروتينات اللي بتبقى موجوده جواه دي بقى دي عباره عن انزيمات بتكسر اي حاجه تدخل الخليه مش عاجباها. يبقى انا عندي هنا البروتين اللي اتصنع من الاتاتش درايبوزوم. الاتاتش درايبوزوم صنعت بروتين راح للاندوبلازميك ريتيكولوم، راح للجولجي. الجولجي قال لك انا عندي طريقين، يا تردك بره سكريتد بره، يا اما تفضل جوه على هيئه برايمري لايزوزوم. يجي لك سؤال ام سي كيو يقول لك مين اللي بيدخل في تكوين البرايمري لايزوزوم؟ مين اللي بيكون البرايمري لايزوزوم اللي احنا لسه قايلين عليه دلوقتي اللي هو مين؟ الجولجي اباريتس. الجولجي ده هو الازرق ده هو اللي هيطلع بره يفرز او تخليها جوه وتاخد اسم برايمري لايزوزوم. يبقى ريمين ان ذا سايتوبلازم از برايمري لايزوزوم. يبقى انا عندي نوعين من الرايبوزومز، فري رايبوزوم واتاتش رايبوزوم. فري رايبوزوم يصنع بروتين لاستخدام الخليه نفسها، اتاتش رايبوزوم يصنع بروتين ويطلعه بره الخليه او يفضل فيها زي ما هو برايمري لايزوزومز. كده خلصنا الرايبوزومز، خلصنا الميتوكوندريا، خلصنا السيل ميمبرين. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.